يحب وش اخبارك؟ شلونك يبا؟ عسى سعيده؟ حبيبي دام انت معاي انا دائما سعيده، وان شاء الله الله يكتب لنا اللي فيه الخير. الله كريم ان شاء الله، الله كريم، الله يكتب اللي فيه الخير ان شاء الله. تدري يا عمري انطر بس الدقيقه اللي ترجع فيها بالقلب الجديد. لا لا والله ناطرتك حدي. مطر حبيبي ابيك تفكر بس بالعمليه وما تشغل بالك بولا شيء، وانا ان شاء الله لو العمر كله انطرك ما عندي اي مشكله، اهم شيء انت تقوم لي بالسلامه. ويا رب يا رب يا رب اول ما تقوم بالسلامه وترد الكويت نتزوج. دير بالك على نفسك وطمني عليك، اول ما تقوم بالسلامه دق علي. اوكي حبيبي، وانا راح ادعي لك من كل قلبي. دير بالك على نفسك. I love you. بشاير، انت للحين معزمه تتزوجين مطر؟ وانت شكو؟ حبيبي وابي اتزوجه، شو المشكله يعني؟ هاو؟ شنو وانت شكو؟ ريال ايامه معدوده في الحياه، ريل في الارض وريل في القبر، وتقولين وانت شكو؟ والله حبيبتي الحب ما له عمر، وانا احبه وما راح اتزوج غيره، كيفي كيفي، ايش دخلك انت شكو؟ هاو بشاير من صجك؟ هذه الغرفة عمي وصلت. طق الباب عدل. كأنه صوت بوجي. لا هذا صوت المريض. هذا هو؟ احنا اللي بناخذ قلبه. هذا هو صوته؟ اي اي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ راكان؟ نعم. أنا درويش السكرتير، وهذا عمي مطر اللي نبي ناخذ قلب أبوك نركبه. إي أنا. تم تم عسى ما شاء. ترى إحنا ما غصبناكم. إحنا مستشفى بالتصريف ما تحاكيه حمار. شو أقول له؟ شو أقول له؟ قول له اللي داق علينا مو جايين إحنا من نيوطري. وهقني هو داق علينا، إيش فيك؟ إيش فيك؟ لا تبكي يا عمي، هذا اللي كان نكح منه ابوك وللحين نكح. ايه الله كريم ان شاء الله، انا مريت نفس المرحله، مريت واحد قبل سنتين كذي الله يرحمه، تدري من حالات الروح قام يناهك الله يرحمه الله يرحمه، كل واحد له طريقه من الموت، شو الله ايش كاتب؟ يا يرافس يا يناهك، هذا قام يغرد يعني الله راضي عليه. فعلا لحظة مؤثرة. قلنا انا ما ابي. لا لا ما عليك ابو موقف مؤثر. لا ما ابي خرجتني العبرة. انت عندك شيء بتقوله؟ ودي اقوله بس ما ودي يسمع الوالد. الحين يسمع. احيانا ينكح ويسمع خاف مو ابوك. زين يا درويش شوف لنا مخش خلنا نقعد انا وياه ونسولف ناخذ راحتنا، حد رد المطبخ اي مكان منهم لحدينا ونطالع لنا برا.